انتي ومنوعدكم كل اسبوع بتجربه تلفزيونيه جديده منسلط من خلالها الضوء على قصص وانجازات نساء اردنيات استثنائيات. برنامجنا محطات ملهمه وتجارب منتعلم منها سواء كانت حلوه او مره. كوني انتي بعكس صوره العائله الاردنيه والعربيه وبواكب التحولات الاجتماعيه. محطات امل وقصص نجاح رح نتناولها بجرأة وشفافية لنساعد بتصحيح الأخطاء. أملنا أن نخرج مع نهاية كل حلقة بفائدة وانطباعات إيجابية. ضيوفنا فئات وأعمار مختلفة، وباختلافهم رح تتنوع وجهات النظر لتغني النقاش. من قلب الوجع بيبزغ النور، والشدة بتقوي. ما حدا فينا بيعرف شو مكتوب بكتاب العمر، لكنها أقدار وخبرات نتعرض لها للمرة الأولى، ومع الوقت وبالإيمان نتخطى جراحنا ونتعلم نمشي من جديد. وفي قول أعجبني للكاتبة أحلام مستغانمي قالت فيه: الرثاء حزن قصير الأجل، أما الوفاء فهو مواصلة الحديث مع الغائبين وكأنهم لم يرحلوا. الفقد ألكساندرا هو موضوع حلقتنا. ما في أصعب من أنه الإنسان يفقد شخص عزيز ومحب إله أيضا. يعني تجربة صعبة جدا نتعرض لها كلياتنا، وبالنهاية دائما منقول هذه أقدار. اليوم يمكن بفقرة فنجان قهوة رح يكونوا معانا ضيفاتنا العزيزات. أكيد بدنا نرحب بضيفتنا عبير رشيد خلفاء الويبدة. أهلا وسهلا فيك عبير. ودكتورة رانيا إسماعيل، اليوم دكتورة رانيا رح تكون معانا كدكتورة في الإرشاد النفسي. أهلا وسهلا فيكم. عبير، أنت مثال للمرأة بشكل عام، القوية الصابرة والصامدة. مرأتي بتجربة صعبة كتير من حوالي سنة ويمكن أربع أشهر تقريبا. نعم، فقدتي أبنائك الثلاثة، ويعني من حوالي ثلاث سنوات أيضا أنت فقدتي معيل أسرتك وزوجك وأبو أولادك. إحنا يعني منكبر فيكي ومنتعلم منك قبل أي شيء. أهلا وسهلا فيكي. وخليني أسألك مباشرة سؤالي التالي: عبير، أنت حسيتي أنه أنت جاهزة حتى تتحدثي براحة عن هالتجربة الصعبة اللي مرأتي فيها؟ أول شيء شكراً على الاستضافة، أنه أنا أحكي بأريحية عن الموضوع. صدقيني لارا، هذا لو مر عليه عمر أنت ما رح تحكي بأريحية. أنت عم تحكي عن صدمة، عم تحكي عن وجع، عم تحكي عن ألم، عم تحكي عن فراق، عن فراق. أنت لما بدك تحكي عن هذا الموضوع أنت بتحكي بس بتترك جزء كبير من الوجع بقلبك. أنت إنسانة ما بتقدر تبوحي كل المشاعر، لأنه المشاعر أصعب من إنها تنقال. بس لما بدك تحكي عن وجعك أنت بتنفردي تحكي عن هذا الإشي. بتعرفي الناس هون بتحب تسمع، بتحب، في ناس كتير زي ما قلتي خنساء الويبدة أخذوها قدوة لإلهم. بس أنا لما بدي أحكي عن هذا الوجع أنا بحكي بفخر أم الشهداء. بعرف هي كلمة بألف وجاع وكسر وحزن، بس هي كلمة كمان بحكيها بفخر. بحب أحكي عن هذا الموضوع مشان أبين للناس قديش أنا فخورة بولادي، ملائكتي محمد وأميرة وملك بالدنيا وبالآخرة. الموضوع وجعه أكثر من إنه ينقال وأكثر من إنه يكون فيه أريحية. صدقيني التجربة أكيد اللي مريتي فيها يعني ما في وصف يوصفها حقيقة، وزي ما كنا بنحكي الله لا يجربها لحدا، ولكن مع التجربة بيجي عزاء من ربنا وبيعطينا يمكن القدرة. بس إذا بدي أسأل عبير هيك بسؤال بسيط، كيفك هلأ؟ كيف بتوصفي حالتك هلأ؟ كيف عبير هلأ؟ عبير رغم احتضان العالم هي يتيمة، بس الحمد لله يعني ثبات الجسم والشكل. صدقيني هذا من رب العباد، والله أنا ما بعرف أي شيء عنه، ما بعرف كيف أنا هون هلأ، ما بعرف كيف ربنا رجع عافاني ورجعت لصحتي وعم أمشي وعم أشتغل وعم أحكي مع الناس. هذا إشي أنا ما بعرف فيه.
هذا إشي بثبت لي وأنا على يقين إنه ربنا قادر. دائما أوقات يعني ابتلاء كبير، بس سبحان الله الإيمان برب العالمين دائما أكبر من الابتلاء. خلينا نكمل. صحيح أنت موجودة بمحبة الناس ومحبة ربنا سبحانه وتعالى إليك، والأمل قوة ولا شو رانيا؟ طبعاً رانيا إحنا كثير سعداء أنك موجودة معنا، واليوم طبعاً رانيا أنت موجودة بشكل مختلف، ورح نتحدث عن هذا الموضوع كونك مختصة في موضوع الإرشاد النفسي. يعني الشخص اللي بتعرض لتجربة صعبة مثل هيك على اختلاف ظرفها وتفاصيلها بمر بمراحل. رانيا، شو المراحل؟ يعني كيف نعرف إنه هذا الشخص بيعاني من تجربة الفقد؟ أكيد هي مراحل اضطراب بنسميه ما بعد الصدمة، بيكون هو حدث قاهر ظالم للأشخاص، بشعروا أنه بالظلم، أنه أنا ليش يصير معي هيك، حدث قوي بهز النفسية هز، فبمر بمراحل. يعني هاي المراحل بتشمل الإنكار بالبداية، بقول لا أنا الأولاد موجودين، لا ما ماتوا، أنا ممكن أشوفهم اليوم، بدي ألتقيهم. بعد هيك بصير عنده الغضب، إنه ليش أنا، ليش اخترتني أنا، ليش أولادي، ليش المنطقة اللي أنا فيها. يعني عم بحكي أنا شوي عم بقيس على حالة عبير، واسمحي لي عبير حبيبتي، يعني أنا بحكي وعارفة إنه أنا أمامي شخص صلب وعنده مناعة نفسية ما شاء الله عليك. بعد الغضب بصير عنده مساومة، إنه طب يا ربي كان أخذتني أنا، ما أخذت أولادي، كان أخذت كل شيء عندي، صحتي، مالي، عزوتي، بس أولادي خلي لي إياهم. بعد هيك ببلش يدخل بمرحلة الحزن، هو شوي بيقرب لمرحلة التقبل. بالحزن بتصير فيه مشاعر كتير صعبة، يعني ممكن الأشخاص ما بيكون إحنا ما بنقدر نحسها مثلهم، هم بيعيشوا هذا الواقع لأنهم بيشعروا أنه في حائط وهمي بينهم بين العالم، بشعر أنهم منفصلين عن العالم. يعني حتى لو هم بيكونوا جالسين معنا لشدة الألم الداخلي، بصير عندهم اكتئاب، بصير عندهم أرق، أحلام، كوابيس، بصير عندهم. هلأ يمكن لفترة معينة بيكون مقبول، بس أنت بنبلش نحس بالخطر. بالضبط، يعني بنبلش نقول أنه لا، صار عميق وصار فيه وطولت المدة بشكل أكبر، يعني بالزبط. وممكن الواحد يدخل بمرحلة أخطر. مزبوط. هلأ في بعض المراحل الأشخاص إحنا بنحاول يكون في لهم دعم نفسي، حتى ما يصير عند بعض النفسيات، لأنه إحنا كبشر نفسياتنا مختلفة عن بعض، يعني ردود أفعالنا مختلفة طبعاً. والنفسيات مثل البصمة مختلفة. صح. يعني فممكن أشخاص يصيروا يفكروا بالانتحار أو إنهم يخلصوا من الحياة أو يؤذوا أنفسهم، فهون لازم يكون في حدا، في تدخل علاجي دوائي بالنسبة لهم ودعم من شبكات اجتماعية. هلأ بعد مرحلة الغضب والمساومة والحزن بيبلش يستوعب النكبة أو المشكلة اللي صارت معه، فبيبلش تقبل إنه أوكي أنا متقبل اللي صار معي، بدي أكمل بالحياة. بس بهاي المرحلة برضو بيكون عنده انعزال نفسي عن الآخرين. طبعا أكيد، يعني هو تقبل، ولكن تقبل من نوع آخر، يعني خلنا نقول تسليم بإرادة ربنا وبالقضاء والقدر. عبير، مريتي بهاي المراحل؟ شوفي، أول مرحلة مريت فيها هي مرحلة الصدمة، الإنكار. تفضلت الأخت رانيا، الصدمة كانت إنه أنت تفقدي روحك بالحياة. فترة الصدمة أنت بتفوتي بحرب داخلية بينك وبين نفسك، بين عقلك، بين قلبك، بين تفكيرك، صراع. بصير نعم صراع داخلي في الموضوع. بعدين قد ما بتحاربي داخليا المشاعر والأحاسيس والإنكار زي ما أنت تفضلتي، بتلاقي حالك أنت هون بتعجزي أنك تغيري أي شيء من الواقع. صح. يعني أنا استنيت ملائكتي تحت الركام وشفتهم قدامي شهداء الحمد لله، كفنتهم، وقفت إيدي مربطة، أنا مو قادر أغير الواقع. أنت مو قادرة تعمل شيء، صدقيني بكون نفسك لو العالم هون يوقف، بس صح. عاجزة. صح. لما يعني توصلي لمرحلة الإعجاز هون أنت
بتصلي يعني خلص انت عجزتي بدك تسلمي امرك لرب العباد، بصير عندك رضا بالقضاء والقدر وبدك تسلمي امرك لرب العباد. يمكن احنا في عندنا سؤال توجهنا له أليكس لجمهورنا ومتابعينا، كان في عندنا سؤال كيف ممكن نقلل من اثار تجربه فقد او وفاه يعني شخص عزيز. خلينا نشوف سوا الاجابات وبنرجع نحكي. يعني هاي الإجابة لسؤال كيف ممكن نقلل من آثار تجربة فقد موت شخص عزيز. والله ما فينا نقلل من الآثار هاي اللازمة. والدي قرب على 5 سنوات وكل يوم بحلم فيه وحسيت إنه ظهري انكسر بموته أو بوفاته. يعني فعليا زي ما أنت قلتي الوجع يعني ما بيروح، ولكن يمكن الواحد بصاحبه بيتكيف. انت بتعيشي بوجعك، انا معك. الحياه مستمره وما قدرتي توقفي شيء. هلا رغم انه استمراريه الحياه، بس صدقيني كل شيء بالحياه ناقص. انت يعني انطفيتي، بطل عندك هذاك الشغف. انت صار حياتك بس روتين. انت عم بتفيقي، عم بتنامي، عم تشتغلي، زي عم روبوت تقدي. اوقات كثير بحس بالضبط، بس ما في شغف، ما الروح انطفت، الروح شابت، ما في سعاده بتختفي. انه زي ما بقولوا ربنا جاب ربنا اخذ، هاي اراده ربنا. الإيمان. والايمان القوي هو يعني الاساس يمكن بانه الواحد فعلا يتقبل الموضوع. ولكن يمكن سؤالي موضوع ال ال ال, ال الأمور اللي بنعملها، يعني هل كان عندك عبير طقوس بتعمليها أنت لتخفف نوعا ما من هالوجع؟ يعني في ناس مثلا بتحط صورهم، بتحكي معاهم للي فقدوه، يعني للي فقدوا بالوفاة. أنا واحدة من الناس كثير من التفاصيل إيش بتعمليها لتخففي؟ يعني فعليا أنا واحدة من الناس بحضن الصورة وبنام. أنا عايشة على ذكراهم كأنهم موجودين، بس صدقيني هم عند ربنا بس قربين كثير من روحي. وربنا لطيف بعباده، انت هيك بس تحرقك نار الشوق والحنين لإلهم. انت مش اعتراض على حكم ربنا، الحمد لله. يعني احنا كنا لله وكنا اليه راجعون. وانا هاي امانه من ربنا اعطاني اياها. والشيء يعني اللي بهون عليك انه انا سلمت امانتي لربنا شهداء، يعني ان شاء الله انهم يا رب يبقى اعلى من الله يتقبلهم. انت بتحطي صورهم، انا صورهم عندي بالمحل بالبيت على التليفون على السياره. هو الواحد لما يتحدث عن هذا الموضوع الالم كبير، وكل شخص فينا تعرض لهذه التجربه بشكل او اخر. انا بدي اتشكركم، ولكن بدي بس جواب كثير سريع منك عبير. احنا بنعرف سمو ولي العهد ويعني سمو الاميره رجوى كان بزيارتك من فترة، وقدي ترك هذا أثر هيك طيب وجميل. احكي لنا بس شو قالوا لك. صدقيني هي كان احتواء من العيلة الهاشمية. نعم. إن كان من جلالة سيدنا والملكة رانيا لولي العهد. نعم. للأميرة رجوى، حتى الأميرة عالية. زيارة ولي العهد حسستني بجبران خاطر كبير. يعني لا يعني وقفته قبالي وجيته لعندي، اعطتني دعم، اعطتني دعم معنا. والاحلى من هيك انه بعتني عند بيت ربنا، بعتني على مكه. قديش انا كنت بحاجه، طلعني عمره قبل زواجه انا وامي، وكان بحياتي كان اكثر شيء بحاجته انا. وسبحان الله يعني هذا الاشي دعمني كثير. كان في معجزات من ربنا لإلي هناك. يعني هيك قعدت بحالي، قعدت قدام الكعبة شكيت لربنا، حسيت حالي كتير قريبة منه. بردتي قلبك شوي وفرغتي يعني. كان أحلى أحلى هدية. وكان احتواء من العيلة الهاشمية، احتواء من الشعب الأردني. في مواقف كتير صارت معي بالفترة الأولى أنا ما بقدر أنساها. وفي كمان دعم آخر من جهات معينة بتساعدك على الاستمرارية، بتساعدك إنك تشغلي حالك. إحنا دائما بنقول إحنا محتاجين للدعم البشري بحياتنا بغض النظر بشو
بشو منمر. بفرحنا بنحتاج ناس تفرح معنا، وبحزننا أكيد بنحتاج ناس أكيد كمان تطبطب علينا وكمان تعمل معنا يعني حتى تصرفات وأفعال ممكن فعلا تجبر بخاطرنا وتعطينا العزيمة والقوة بشكل كتير أكبر. إحنا كنا كتير مبسوطين بوجودكم معنا عبير رشيد خنساء الويبدة، موفقة بحياتي وإن شاء الله ربي الله بنولك الصبر وبتضلها ذكراهم طيبة بقلبك وبعقلك وبين الناس. دكتورة رانيا اسماعيل شكرا لك، وإن شاء الله يربي الله يهدي بال الجميع يا رب، موفقين دائما. شكرا لكم. إذن فاصل ونواصل مع باقي فقراتنا، خليكم معنا. مساء الخير، وصلنا لفقرتنا الثانية ببرنامجكم كوني أنتي، فقرة طريق. بهالفقرة نستضيف نساء أردنيات استثنائيات طبعا شقوا طريقهم بهالحياة بإنجازات ممكن تكون على الصعيد المهني أو على الصعيد الحياتي بالرغم من كتير من التحديات. ضيفتنا لليوم رح تكون معنا الصحفية والكاتبة رولا هاني السماعين، وهي مختصة في شؤون حوار الأديان، حوار الثقافات والسلم المجتمعي، ومختصة بصحافة السلام. لها كتير من المؤلفات وحبيت كتير لقب صانعة السلام. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يسعد مساكي. يعني زي ما ذكرنا أنت الأولى بهذا المجال، مجال الحديث كصانعة سلام وقائدة في مجال خلينا نقول حوار الأديان، وتركز كتير صح أنت يمكن جزء من شغلك ومن كتاباتك بياخد منحى سياسي، ولكن منحى سياسي إنساني. أول شيء يعني إحنا فخورين فيك رولا، ليه اخترتي هذا الطريق بالتحديد؟ يمكن الطريق اختارني مرتك. حلوة برضو. لأنه في بداياتي كصحفية بلشت أغطي عن حقوق المرأة، غطيت عن الأركيولوجي الأثريات، وصار عند بس دخلنا بموضوع الحوارات ما بين أتباع الأديان صارت التغطيات مكثفة وعلى فترة أطول طالت العشر سنوات. فبذلك إحنا ركزنا بحوارات الأديان على العلاقات الإنسانية بين الناس، عظمنا التشابه والأشياء المشتركة الجوامع منقول ما بين البشر، واحترمنا الاختلاف. وبذلك نحن بهذا الموضوع منأكد على الإنسان موجود حتى يدعم أخوه الإنسان، إحنا موجودين حتى ندعم بعض، حتى نسند بعض، لأنه بالنهاية نحن مندور على ازدهار المجتمعات، ومن ازدهار المجتمعات مندور على السعادة المنشودة اللي كل عام ندور عليها. فهي الحوارات ما بين أتباع الأديان هي دعوة إلى السلام. فنتيجة لهذا الطريق الطويل لأكثر من 10 سنوات، نشكر الله صرت الوحيدة المختصة بالأردن والشرق الأوسط بهذا الموضوع. صحيح. وصحافة السلام في الأردن. يعني رولا لما بنحكي عن هالكلمة البسيطة السلام، يعني لو فعلا السلام يكون موجود بالشكل اللي أنتوا كصانعين سلام بتسعوا له، أتوقع إنه إحنا المشاكل كلها بتنتهي، سواء المشاكل الاجتماعية، المشاكل السياسية، الاقتصادية، يعني بصير الحياة فعلا سلام. وما في أجمل من السلام، وحتى السلام الذاتي اللي أنت يمكن كمان نشرتي آخر كتاب بيتحدث عنه ولك كتير من المؤلفات. ولكن إذا بدنا نحكي في ظل السوشيال ميديا والانفتاح اللي عم بيصير وإبداء الآراء الكبيرة وكل شخص عنده الحقية إنه يبدي رأيه، قديش صانعي السلام اللي مثلك عندهم تحديات ما بين زمان؟ يعني أكيد أنت بلشتي بالموضوع حتى قبل السوشيال ميديا. خلينا نحكي لك أنه على أرض الواقع تحكي عن السلام وتسعي وتحثي نحو السلام شغلة كتير سهلة بالأردن، لأنه نحن بالأردن بحياتنا بالنسيج الاجتماعي تبعنا نحن عايشين في سلام ووئام الحمد لله، وهذا الإشي متعرف عليه عالميا. كبلد إحنا بلد فتح أبوابها لكل حدا بحاجة إلى أمان وإلى دفء، فعنا لجوء عشان هيك إحنا نستقبل كل من يلجأ إلينا، وعورنا سكرنا الباب على وجه حدا، فهذا عبارة عن صناعة سلام. وخلينا نمشي أسرع لحتى الفترة اللي احنا هلا الظروف الصعبة اللي احنا ماشيين فيها. الأردن الوحيدة اللي عندها
مستشفيات مع استمرارية القصف على كل شيء في غزة. صحيح. إحنا في عنا 3 مستشفيات مع طاقم متكامل مع آليات كاملة طبية، وهذه كمان ترجمة للسلام. جلالة سيدنا من أوائل الناس اللي غيروا نظرة العالم لما يحدث في غزة من خطابات ولقاءات المكثفة. صحيح. مع في العالم. هاي كمان إذا بدي أقول لك عنها، هاي كمان خطوات سلام، مساعدات نرجع يعني. صحيح، مساعدات طبية، مساعدات إنسانية، كتاباتنا نحن. لكن ترجع على السوشيال ميديا، المواقع الرقمية أو المواقع المتعددة، هذه البلاتفورمز المختلفة، عندك الذباب الإلكتروني ينشط باللحظة اللي بيسمعوا فيها كلمة سلام، وبصير المنحنى بغيروا لك إياه لأشياء بعيدة كتير عن الهدف الرئيسي، وهي الحقيقة بأنه تلاقي وئام مجتمعي، توازن مجتمعي، دعم ما بين الإنسانية، دعم الأخوة الإنسانية اللي سقطت الآن. نحن نحاول أن نحييها مرة تانية، لعل وعسى نرجع الكرامة الإنسانية في يوم من الأيام. كل هذا الإشي اللي عم بنمحي شوي شوي، عم بنشوف من الأحداث اللي عم بتصير للأسف الشديد. فعلى أرض الواقع نحن قادرين نعيش بسلام، وقادرين نحكي عنه، ونحكي عنه بثقة لما نطلع برا ونحكي عنه بالتجمعات أو بالمؤتمرات العالمية. لأنه عندك أنت المثال الموجود على أرض الواقع بالأردن، على السوشيال ميديا بنشطوا كل حدا ضد هذه الفكرة. صح. كل حد بعدين بتلاقي ولا هي بذرة الشر موجودة بالبشر. علشان هيك ما بتقدر تلاقي كتير ناس مساند إلك، بتلاقي ناس كتير مساندين إلك بنفس الوقت، بتلاقي الموجة كتير قوية اللي بتاخدك على منحنى آخر. صفي، يا بتدافع عن حالك. صحيح. يا بتحاول فهذا لا يعني بأنه إحنا لازم نستسلم، بل بالعكس، بتعرفي كل ما بتشتد بالضبط، كل ما بتشتد هذه الموجة ضدك، تحسي حالك إنك أنت على الطريق الصحيح، لابد من الاستمرار. رولا، بدي أروح على منحنى آخر. نحن اليوم ببرنامج كوني أنتي نتحدث عن أمثلة متميزة من النساء الأردنيات الاستثنائيات، وبالتالي أنتي من خلال خبرتك ومن خلال أسفارك ومن خلال حتى وجودك يعني في مشاركاتك العربية والدولية، ومن خلال رئاستك الفخرية لأكاديمية جائزة المرأة العالمية، بحب تنقلي لنا الصورة، صورة المرأة الأردنية بالتحديد في الخارج، في صحافة العالم. نعم. سواء عربيا أو عالميا. شوفي، تجمع القيادات النسائية العالمية أمر جدا مهم، وهو عبارة عن تقدير لجهود المرأة بشكل عام بكل العالم. احنا دائما نقول التقدير على كلمة شكرا، هي يمكن أبسط أنواع التقدير أن تقولي شكرا. فنحن بحاجة إلى قدوة نسائية حتى نعطي ثقة للمرأة بأنها قادرة أن تنهض بنفسها، تنهض بمحيطها الصغير ومجتمعها. المرأة الأردنية بشكل عام ونظرة المجتمعات الغربية للمرأة الأردنية احترام جدا كبير، لأن من يمثل المرأة عندنا بالأردن جلالة الملكة رانيا، فهي شخصية جدا محبوبة، جدا مسموع صوتها. بالتالي نحن عندنا الأساس اللي بنقدر نبني عليه كل الاحترام اللي احنا نقدر نحصده بالعالم. بعدين هم متابعين للصحافة، متابعين للشخصيات القيادية الأردنية اللي مو جديدة. نحن عندنا شخصيات قيادية أردنية في كل المحلات، في كل المراكز، ابتداء من هي مديرة بالمدرسة، مدبر، معلمة، حتى لو قاعدة بالبيت، ما هي بتربي أولادها، بتنشئ جيل متوازن عاطفيا، وهذا إشي احنا بحاجة إليه وكتير مهم. فقيادة المرأة موجودة بالماضي، احنا بنقول الحاضر جدا جميل، ومع دعم جلالة سيدنا بوجود المرأة اكثر، هلا اعطاها مساحة اكبر في الحياة السياسية والاقتصادية، رح يكون ان شاء الله المستقبل لوضع المرأة بيكون مزدهر باذن الله. طب لما بنحكي رولا عن المرأة، يعني ما بدي اياهم يفكرونا اللي بيشاهدونا، واكيد عندنا اكيد جمهور من الرجال ايضا، انه احنا متحيزين للمرأة، ولكن فعليا المرأة اثبتت وجودها بكل الأصعدة. وفي شيء ثاني بيميزها، انه هي ام، يعني هذه العاطفة حتى الرجال ما بينكروها، عاطفة الأمومة والعواطف الجياشة اللي بتكون داخل المرأة، واللي هي أحيانا بتكون سر قوتها. صحيح. مش ضعف أبدا. بتكون موجودة. قد ايه أثرت فيكي كونك امرأة وأم
بكتاباتك الصحفية بالعموم، وتحديدا إذا بدنا نحكي يمكن بالأحداث اللي بتصير لدى أهلنا بغزة الله يخفف عنهم الأخيرة. نعم، دائما بتكون بتقدري تعرفي من كتابات السيدات بأنها أم، من في هذه اللمسة اللي بتقولي عنها أنت الحنونة، في هذه اللمسة الإنسانية، في هاي اللمسة تحسي حالك بدها تضبط كل شيء قدامها، يعني لأنه عندها عاطفة هذه الأمومة فهي بتحاول بأي محل بتكون فيه تعمل للأفضل. وهذه زي ما حضرتك تفضلتي هذه قوة بحد ذاتها، لأنه الله خصها هي بهذه الخاصية، خاصية الأمومة. علشان هيك إحنا بنشوف الأطفال بالحضانة مثلا، فبتلاقيها البنت والولد بنفس العمر، لكن تلاقيها هي اللي بتعتني فيه، بتحاول تحمل شنطته تلبسه جاكيته، فبتحسي انه في هذا عاطفه الامومة بتنولد معها. رولا، دائما يمكن بنحكي انه السلام هو قوه، اغلب الناس بفكروا انه السلام هو ضعف. للاسف الشديد سهل كثير الواحد يمسك سلاح، سهل كثير انه يطلق العنان للسانه للعنف او ليده، ولكن صعب كثير انك انت تكون صانع سلام وداعي للسلام وعندك هذا السلام بحياتك. احنا بدنا نشكرك كثير، بعرف انه يمكن في ظل هاي الايام الصعبه صانعين السلام بواجهوا العديد من التحديات، ولكن ان شاء الله بجهودكم وبانجازاتك اكيد كمان رولا سماعين كصحفيه وككاتبه ان شاء الله بتوصلوا للسلام اللي انتم حابين توصلوا له. شكرا كثير، شكرا كثير لوجودك معنا. شكرا شكرا. لا رعنا عنا يعني هلا عنا فقرة حياة سميناها فقرة حياة، هي رح تتحدث هاي الفقرة عن شؤون الحياة، ودائما رح يكون في معنا مختصة مدربة تنمية أو تنمية ذاتية وطاقة حيوية حتى تتحدث عن موضوع الحلقة اليوم. مثل ما قلنا في البداية موضوعنا موضوع الفقد، هذا الموضوع أو هذا الإحساس اللي مثل ما قلت كلنا تعرضنا إله. اليوم رح نسمع إحنا وإنتو عبير العموري مدربة تنمية ذاتية وطاقة حيوية كيف نتعامل مع حالات الفقد. سؤال دائما بتكرر، كيف نتعامل مع حالات الفقد خصوصا الحالات المقربة، الناس اللي احنا متعلقين فيهم بالدائرة الاولى، اب ام زوج زوجة ابن ابنة اخ اخت، الناس اللي كتير محببين لنا. العمل حيكون على محورين، محور داخلي ومحور خارجي. وخلينا نبدأ بالبداية نحكي عن المحور الداخلي لانه هو الاصعب شوي واللي بده مجهود اكتر. رقم واحد، ابعد نهائيا عن الناس اللي بتقول لك خليك قوي، تحمل، انت لازم تكون صابر، انت لازم تكون قوي، خصوصا اذا كنت رجل. الانثى لسه بطبيعتها بتقدر تبكي، وان كانت برضو حتى بتواجه هذا الشيء خصوصا اذا بتكون ابنها المتوفي. خليكي صابره، خليكي قويه، لا لا تكونوا اقوياء ولا تكونوا صابرين بهاي اللحظه. فوتوا على غرفه ابكوا، فرغوا مشاعركم بالطريقه اللي انتم بدكم اياها، بدكم تبكوا بتنطقوا بصوت عالي، تصرخوا، بدكم تحكوا، بدكم تكتبوا، ولكن فرغوا مشاعركم ما تكبتوها، لانه كتب المشاعر هاي مع الايام رح ياخذنا الامراض مستعصيه احنا في غنى عنها، فما بدنا نكون عم نخسر الناس ونخسر صحتنا بنفس الوقت. فابكي ولكن ابكي بوعي انه انا بدي افرغ هذا الالم اللي جواتي. رقم اثنين، وانت عم بتعمل عمليه تفريغ المشاعر كرر كلمه انا متقبل، انا متقبل غياب هذا الشخص، انا متقبل انه هو متوفى، انا متقبل انه انا ما رح اشوفه مره ثانيه. تكرار كلمه انا متقبل تعمل عمليه هدوء للمشاعر وللعقل. لما العقل يسمعها أكثر من مرة خصوصا وإنت عم تبكي، هون بيقدر يستقبل كل المعلومات. فأنا متقبل بتخليك تهدى شوي، كلمة كنت رافض أكثر، كلمة عالية المشاعر أكثر، كلمة إنت ما رح تقدر تستوعب إنه هذا الشخص توفى، فحتضلك عايش بألم وبوجع كل حياتك. رقم ثلاثة، حط نفسك مكان الشخص المتوفي واسأل حالك سؤال، أنا شو ممكن أكون محتاج لو أنا اليوم متت وكنت محل هذا الشخص؟ شو اللي أنا محتاجه من الناس يعملوا لي إياه؟ وابدأ مباشرة كل فكرة بتخطر ببالك اعملها لهذا الشخص. رقم أربعة، اتذكر شو الأشياء اللي كان يحب يعملها واعملها. كان يحب يشوف أشخاص معينين يروح يشوفهم وزورهم، كان يروح يحب يعمل أعمال خيرية اعملها، حتى لو كان طفل المتوفي. تقدر انك انت تروح تعمل مثلا الأكلات اللي كان يحبها هذا الطفل، وتروح تعمل أطفال ثانيين، في أطفال كتير انت بحاجة لحد يرعاهم. خليني أقولكم شغلة كتير مهمة هون، العطاء المادي جميل ولكن تأثيره بيخلص بسرعة، ولكن العطاء الطاقي أو المعنوي بدوم أكثر. فأنت لما بتروح تحسن لأطفال معينين أو لناس معينين أو لكبار سن، إحساسك بالعطاء اللي أنت عم بتقدمه رح يرجع لك أضعاف مضاعفة، ورح تحس بمتعة، ونفس هاي المتعة
فيك توصلها للطرف الثاني المتوفي. كيف؟ بالنقطة الأخيرة اللي هي لما تحس حالك اشتقت للشخص المتوفي، غمض عيونك وتخيل هذا الشخص المتوفي قدامك واحكي له كل الأشياء اللي نفسك تحكي له إياها، احضنه، عبر عن مشاعرك، ولكن هالمرة عبر من منطلق قوة وليس من منطلق احتياج. أما المحور الخارجي اللي ذكرناه بالبداية، فبدك تبدأ تمسك ورقة وقلم وتحط خطة لنفسك، إنه أنا ما بدي أنسى نفسي، أنا إذا فقدت شخص معين بحياتي فهذا لا يعني أنه أنا أفقد نفسي، ولكن أنا هلأ بدي أرجع أركز على أهداف معينة بحياتي. رقم واحد اللي لازم أركز عليه وأفهمه أني أربط أمالي فقط برب العالمين. ما في شيء بالحياة ثابت، ما في أمان ثابت بالحياة، هذا رقم واحد. رقم اثنين، أبدأ أعلم حالي على تقبل فكرة الموت لنفسي وللناس اللي حوالي. يمكن الموضوع شوي صعب وشوي مؤلم، ولكن كل ما تقبلنا الفكرة أكتر، كل ما قللنا الألم الجاي بالمستقبل أكتر وأكتر. كل ما قدرت تتبع هاي الخطوات اللي ذكرناها، كل ما أنت حتخفف أكتر ألم الموت، ورح تستوعب إنه هالإنسان اللي توفى خلص رحلته بحياته، ورحنا بيوم من الأيام رح يجينا لحظة رح نخلص هاي المرحلة. كل ما تقبلناها أكتر، كل ما عشنا بسلام أكتر، كان تأثيرها علينا أسهل أكتر. الله يعطيكم الصحة ويهدي قلوب كل من فقد شخص عزيز على قلبه. لكل اللي عم بيتابعونا بدنا نرجع نقول لكم مساء الخير. وفي فقرتنا اليوم اللي عنوانها بهمك تعرفي، طبعا بهالفقره رح يكون في اكثر من موضوع، ولكن من المواضيع اللي حبينا احنا نتناولها لليوم هي لغه الجسد. كلنا بنعرف قد ايه لغه الجسد هي بتعبر عن كثير من الامور اللي بنشعرها، سواء احنا يعني مبسوطين، حزينين، متوترين، كثير من المشاعر اللي بنشعرها اكيد تطلع على هوا، يمكن حركات بأجسادنا، بعيوننا، حتى بنبرة صوتنا ممكن أنها تعبر عن هاي المشاعر. صحيح. اليوم معانا أكيد مهندسة أمر نابلسي لتحكي لنا أكثر عن لغة الجسد، وحضرتك أكيد مطورة مهارات حياة، ويمكن من أكثر الأشخاص اللي ممكن تحكي لنا عن لغة الجسد وماذا تعبر. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيك. الواحد لما يقعد قدام خبراء لغة الجسد بيحتار، كيف يتحرك، لأنه بحس إنه في ترجمة فورية عم بتصير. أيوة. وهذا اللي بدنا نحكي إنه لا، هلا الفكرة إنه لما نقول لغة جسد، لغة يعني تواصل، تواصل يعني تفاعل. طبعاً. فأنا كيف عم بتواصل مع الناس، كيف عم بتفاعل معهم، يا إما بالكلمة المنطوقة، يا إما بالنبرة. كيف بحكي هاي الكلمة المنطوقة؟ بنبرة عالية، بنبرة واطية، بنبرة حزينة، بنبرة إيجابية، أو اللي بدنا نحكي عنه اليوم اللي هي اللغة الغير منطوقة. طبعاً. اللي هي لغة الجسد. إذا عرفنا أن لغة الجسد بتشكل في تعاملنا إحنا البشر مع بعض من 65 إلى 70%، بنعرف قديش هي لغة كتير مهمة، كتير بتشكل جزء كبير من شخصيتنا. صحيح. هلا زي ما قالت لارا، انا مش عشان بدنا نحكم على الاخر، خلينا هلا بعد الايام الفوريه خللنا، مش عشان بدنا نحكم على الاخر ولا عشان بدنا الاخر يحكم علينا، بالعكس احنا الفكره نفهم بعض. ايوه، نفهم الاخر يفهمني وانا افهمه. دائما انا بقول هلا اذا لغه الجسد تعارضت مع الكلمه المنطوقه، شو بنصدق؟ لغه الجسد. لانها هي، تخيلي هلا بدي اسال هيك سؤال، قديش مرات صدفنا ناس يقول لك والله اني بعزك، او هي تقول لك والله اني بعزك، ترجعي تقولي لا والله انا حاسه لا. هلا اللي ما بيعرف لغه الجسد وصله الاحساس، بس اللي بيعرف لغه الجسد شاف بالعيون عكس الحكي. فهو شو صدق؟ لغه العيون، ما صدق الكلمه المنطوقه. يعني فعلا احنا اوقات كثير بيوصلك احساس معين ما بتكوني عارفه هذا الإحساس ليش وصلتك. أيوة. صح. عشان هيك لغة الجسد زي ما حكينا مش عشان نحكم مع بعض، كتير مهمة عشان الآخر يفهمني وأنا أفهمه. أيوة. عشان تصير العلاقات بيناتنا قوية ومستدامة، وعشان نقلل كتير من الخلافات. صحيح. وعشان نصير في تفاهم وتعاون. إحنا شو بدنا؟ بدنا حياة هيك سلسة. صح. أيوة، مع الآخر بغض النظر من هذا الآخر. عشان هيك لغة الجسد نقدر ناخدها يعني بخمس أشياء مهمة. العيون، شو بقول المثل؟ العيون مغاريف الحكي. وشو بيقولوا العلماء؟ انها هي مرآة الروح، او هي النافذة للروح. فاكثر شيء بيكشف الناس عيونهم. الشيء الثاني اللي هي تعابير الوجه. تخيلوا بوجهنا قديش الحواجب بنقدر نعمل فيهم تعابير، وكل تعبير بيختلف عن الثاني. بالتوب، الابتسامة، ليش مرات بنقول يا الله شو حستها ابتسامة صفراء؟ ايوه صح، مش حقيقية. الشيء الثالث اللي هي الهيئة العامة. عشان هيك احنا دائما بنقول
لما بنحكي عن موضوع لغة الجسد، احرص دائما بالانطباع الاول انك تعطي عن الهيئة تبعتك انك شخص واثق من حالك. عشان هيك لما بعطي بقول لك فوت رافع كتافك، فوت شادد ظهرك، هاي لحالها انت عم تعطي رسالة للاخر غير منطوقة، انا واثق من نفسي، انا واثق من اللي اشي اللي بدي احكي. اللي بعدها حركة الإيدين. أيوة. كيف أنا وزي ما بيقولوا حركة الإيدين هي تأكيد على ما نقول. وآخر واحدة اللي هي اللمس، ويمكن لما نحكي مرات تانية إن شاء الله رح نحكي اللمس مثلا كيف طريقة السلام تبعتي، كيف بسلم على الآخر طبعاً. هاي رسالة أنا عم بوصلها للآخر من السلام. حلو. طيب خلينا ندخل سريعا في موضوعنا اليوم، موضوعنا عن الفقد. والفقد هو بيصيب الناس بحالة صدمة. يعني دائما الجسد بيعبر عن الحزن مثل ما ذكرتي، وتماما مثل ما بيعبر عن الفرح. كيف نعرف انه هذا الشخص اللي قدامنا مغرق في حالة الفقدان وفي حالة الحزن، وايضا عم بيتحول لمرحلة صعبة من خلال لغة جسده؟ هلا المشكلة انه في ناس عندها صارت القدرة انها تخفي لغة الجسد، لأن مع أنه هي لغة الجسد هي بقولك ليش حقيقية، ليش إحنا بنصدقها؟ لأن هي في الواقع تعبير عن مشاعرنا. للأسف في حالات الفقد في ناس تقدر تتعامل معها. هلأ بمر الواحد بحالات الفقد بأكثر من مرحلة. أول مرحلة أكثر الناس ما بتصدق، يعني ترفض أنها أن تصدق اللي حدث، دينايل يعني. صح؟ أيوة بالضبط. بعديها لما مرات ناس تعدى هاي المرحلة بتدخل مرحلة الغضب، بعديها للأسف ممكن تدخل مرحلة اللي حكيتي عنها اللي هي الاكتئاب والحزن الشديد، وفي ناس تبقى بهاي المرحلة فترات طويلة. عشان هيك يمكن اللي حكيتي كتير لارا إشي مهم، إنه ننتبه على الناس اللي حوالينا. هلا مرات بنشوفهم عم يضحكوا، فإحنا بنقول لا هذا الشخص قدر يتعامل مع حالة الفقد، لكن بعد فترة للأسف سمعنا عن حالات لأن هذا الشخص اللي كان يضحك وبين قدام الناس إنه ما ماله إشي، وفي الواقع بعديها وصل لمرحلة الانتحار طبعاً. أو دخل مرحلة الاكتئاب، يصير عندهم ردات فعل عكسية. بالضبط. يعني بلحظة الصدمة والفقد ممكن يأخذها بطريقة يضحك. بالضبط. بس هي هذه بتأشر على شيء خطير. عشان هيك يعني زي ما حكينا هلا احنا كثير منيح انه نعرف لغة الجسد حتى بالناس اللي حوالينا، مش ضروري نكون مختصين. هلا انا لما بعيد الشر تصير حالة فقد والناس اللي حوالي قريبين مني هم بيعرفوا عادة انا كيف بتصرف، لما يشوفوا في تغيير بتصرفاتي بلغة جسدي حتى زي ما قلنا مثلا بضحك كثير بس هذا الشخص كان عادي ما بيضحك، النظرات العيون، لغة الجسد، مثلا الانزواء، الانطواء، عدم الرغبة في الحديث رغم انه هذا الشخص مثلا النوع اللي بيحكي واجتماعي. هلا كل هاي لازم يعني نلتقطها اول باول، ليش؟ عشان نقدر نساعد. هلا ممكن الدعم العاطفي يعني نقدر نساعد، بس في ناس لا بتكون وصلت لمرحلة انه الدعم العاطفي اللي من العائلة ومن الكلام هذا ما بيزبط. عشان هيك قديش مهم نعرف الاشخاص اللي حوالينا واحنا متعودين عليهم، متعودين على تصرفاتهم، متعودين على لغة جسدهم. لما يبلش يعطيني لغة جسد مختلفة حتى لو من غير كلام، وللأسف هدول الناس اللي بتعرضوا لهذا الفقد هم ما بيحكوا أصلا. صح. لما أشوفها لازم يبلش هذا زي ما بقوله الطوارئ. صح. في إشي ناقوس خطر. أيوة ناقوس خطر، عشان ننتبه لهدول الأشخاص اللي بيعزوا علينا والأقرب منهم. تمام. طب أمر أوقات كتير إحنا مرات بنحكي عن الشخص اللي صارت عنده الحالة الفقد لا سمح الله، ولكن إذا بدنا نحكي عن الشخص اللي بيواسيه، يعني أوقات كتير إحنا ما بننتبه إحنا على لغة أجسادنا لما بنحكي مع الآخرين حقيقة. يعني مرات ممكن في حركات تستفز الآخر، ممكن في حركات تكون مزعجة بالنسبة للآخر. هلا لما أنا مثلا بدي أواسي شخص، كيف أنتبه على حركاتي وإيحاءاتي ولغة جسدي؟ هل أطلع بعيونه ولا ممكن تضايقه بزيادة؟ هل طبطبة بتضايق بزيادة؟ يعني كيف ممكن فعلا الشخص اللي عم بيواسي الآخر يتواصل معه بلغة جسد؟ يمكن زي ما حكينا أول لما حكينا عن لغة الجسد حكينا أول واحدة وأهم واحدة اللي هي لغة العيون، التواصل البصري أهم إشي حتى سواء في حالة الفقد أو في حالات أخرى. إذا أنا بدي أعبر للي أمامي بلغة الجسد أني أنا جدا مهتمة، لازم يكون في تواصل بصري. كل ما كان في تواصل بصري حنون أنه أنا معك، أنا شاعرة باللي أنت عم بتحسي فيه، فلازم يكون في تواصل بصري. أصلا
ابتعاد البصر عن الشخص اللي أمامي هي عدم اهتمام. يمكن هاي أنا بتدخلني شوي على موضوع برضو له علاقة لما بيجي ابنك أو بنتك عم بحكي لك عن موضوع حتى لو كانوا صغار مثلا بالمدرسة، هو بالنسبة له هذا موضوع كتير كبير، مثلا تشاجر مع صديق أو المعلمة حكت له إشي وإنت تكون ماسك إشي تليفون عم تسمع أخبار، تقول له احكي أنا سامعك، في الواقع أنت وصلت له رسالة أنا مش مهتم. لا بالموضوع اللي أنت بتحكي فيه ولا أنا شايفه إشي كتير مهم. فتخيل هذا إذا إحنا بنحكي على الحالات الطبيعية، فكيف لما يكون في عنا بعيد الشر حالة فقد؟ فالإشي الطبيعي إنه لازم يكون في تواصل بصري حتى أحسس الآخر إني أنا مهتم معك ومهتم جدا. هلأ بيصير إشي تاني، هذا الإنسان اللي تعرض للفقد أو تعرض لمصيبة بده يحكي؟ إذا ما بده يحكي مجرد الجلوس معه والطبطب زي ما أنت حكيتي، هاي بتعطي لغة جسد إني أنا معك، أنا حاسة بشعورك، حاسة باللي صار معك. يعني يا قمر شكرا لأنك وضحتي لنا بشكل مختصر وشفاف وواضح يعني مباشرة كيف كيفية على الأقل التفاهم وفهم والتقاط الإشارات اللي نقول الغير لفظية من خلال لغة الجسد. بدي أتشكرك على وجودك معنا. شكرا لكم. ومباشرة وإنت معنا رح ننتقل لسؤال أيضا لفقرتنا تقريبا الأخيرة في حلقتنا، ماذا لو رح نشوف سوا السؤال اليوم اخترنا يكون ماذا لو عاد من فقدناه بالموت ماذا سنخبره. خلينا نشوف سوا الجواب. بيقول يا الله شو بوجع، والسؤال يا كتر الأشياء اللي بالقلب بدها تنقال وتنحكى. تانية أحضنه أبوي حبيبي ما في بعده سند. نرجع للإجابة الثالثة. هاي الإجابة يعني من الإجابات اللي عجبتني يعني وعندي تعليق عليها، اللي بتقول عشنا على سمعتك الطيبة لكن ما كان ينقصنا هو سندك وظهرك والحمد لله على كل شيء. يعني يمكن التعليق بيقول إنه فعلا في كتير شغلات الواحد ممكن يعملها، ولكن فعلا بعد ما الشخص يرحل عن هاي الدنيا إن شاء الله طولة العمر للجميع ما بتضل إلا السمعة الطيبة لإله وأكيد لكل الأشخاص اللي بيتعلقوا فيه. بعبط ماما وبقولها قديش اشتقت لها واحكي لها قديش انظلمنا او كم انظلمنا بعدها. من الاجابات الاخرى، لو عاد ابي وامي لمكثت وقتا اطول بجوارهم ولا اترك دقيقه واحده بعيده عنهم. اذا حدا بحب حدا يحكي له، اذا في حدا حابب انه يقول له شيء اكيد يحكي له، فما يتمنى لو رجع لا يعمله هلا بالوقت الحالي اكيد. لو عاد أبي وأمي لمكثت وقتا أطول بجوارهم ولا أترك دقيقة واحدة بعيدة عنهم. بحبه كتير وغيابه ترك فراغ كبير وبقضي أكتر وقت ممكن معه. يعني فعليا أوقات كتير من الإجابات اللي منشوفها منحس في نبرة لوم لأنفسنا لأنه الواحد يمكن ما قضى وقت أكبر معهم أو في كلام ما حكى له. خلنا نبعد يمكن عن تلويم الذات ونحاول قدر الإمكان نستفيد من الوقت اللي إحنا منعيشه، ومهما قضينا وقت رح نضل بعد فراقهم لا سمح الله نحس إنه صحيح. بدنا كنا نقضي وقت أطول معاهم. فيعني حلقتنا اليوم حلقة فيها العديد من المشاعر يمكن والشجن، ولكنها يعني موجهة لكثير من الأشخاص.